مناشدة إلى رئيس الوزراء، انقذنا مدرسة الشهيد فراس، قضاء الزوراء، شوف حال المدرسة، السياج طايح، صورك السياج طايح، باع حال المدرسة، باع الساحل، وين وزير التربية؟ المدرسة طايحة منتهية، وين وزير التربية؟ وين البلوعة طاحت هسه والجهال طاحوا بيها، هسه الساعة 12 الدوام الشهيد فراس طاحوا والجهال ببطن البلوعة، المدرسة طايحة، باع السياج طايح، باع ترضون هيل المسؤولين، باوع السياج طايح، شوفوه ساحة الساحل طيحة الجهال، باوع السياج شلون مقلوب، باع حال المدرسة، باع حال المدرسة، صورها راحوا المدرسة. المدرسة جام ما بيها. بارك الله. والله العظيم لا الطابق الأول ولا الطابق الثاني، رحلات ما بيها. الكونكريت كلها هاي السطور. السياج البرة واقع. الساحة مال المدرسة مال الاصطفاف تراب، والله العظيم تراب. زين؟ ما بيها شيء. الممرات كلها مقطعة مربوعة. صحيات ما بيها. ما مأمنين على أطفالنا جوا هاي المدرسة. مدرسة الشهيد فراس يعني أذية صارت علينا، يعني احنا وين نودي أطفالنا؟ عمال النظافة بيها أربعة ما يشتغلوا. وين نوديها؟ كل شيء ما بيها نهائيا، ما بيها شيء مؤهل للطلاب.